بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اللقاء المبارك هو حول اسم الله الكريم من أسمائه الحسنى، وهو اسم الوهاب. والوهاب اسم ثابت في الكتاب كما هو صريح القرآن، ورد ذكره في كلام الله جل وعلا 3 مرات. كلمة وهاب وهي صيغة مبالغة إنما تطلق على الله جل وعلا وحده، لأنه تبارك وتعالى يملك كل الموجودات، فهو وحده القادر على أن يعطي كل شيء. أما غيره سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا وإن ملك بعض عباده عرضا من الدنيا أو مالا كما حررنا آنفا، إلا أن أحدا من أهل الدنيا لا يستطيع مثلا أن يهب ولدا لعقيم، أو أن يهب شفاء لسقيم، أو أن يهب هدى لضال، أو أن يهب عافية لذي بلاء. فهذه وأضرابها إنما لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا وحده. ولهذا سمى الله جل وعلا نفسه بأنه وهاب، لأنه يملك الموجودات كلها، وهو قادر تبارك وتعالى على أن يهب من يشاء ما يشاء تبارك اسمه وجل ثناؤه. نعرض الآن لبعض ما وهبه الله جل وعلا بعض عباده، أي الأمهات، من الأمور التي يهبها الله جل وعلا لخلقه أو قد وهبها الرب تبارك وتعالى لبعض عباده. لا ريب أنه في مقدمة ذلك كله النبوة والكتاب. فإذا استثنينا مسألة الإيمان والإسلام وهو أعظم الهبات بلا شك، لكننا سنعرض عنه في حديثنا عن اسم آخر من أسماء الله الحسنى هو الهادي. أما الآن فنقف عند النبوة والكتاب. النبوة منزلة عالية شريفة رفيعة الدرجة، لا تنال بجهد من الإنسان ولا بسعي ولا بعمل حثيث ولا دؤوب، لكنها منحة إلهية وعطية ربانية يختار الله جل وعلا من عباده. والله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة من أعظم العطايا الإلهية، ولهذا ذكر الله جل وعلا أنبياءه ورسله في مواطن متفرقة، أجمعها في سورة الأنعام في آيات: وتلك حجتنا، قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر الله جل وعلا أنبياءه ورسله، ذكر 18 نبيا ورسولا، ثم قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فبين جل وعلا أن هذا عطاء محض وهبة ربانية خالصة من لدنه تبارك وتعالى. وإما يستأنس في هذا أنه يقال إن الحسن والحسين سبطا رسول الله، إن الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيا ذات يوم شيخا كبيرا طاعنا في السن لا يحسن الوضوء، فأحب أن ينصحاه، فأراد أن يرفق به، فاختصما عنده على أنهما خصمين، على أنهما خصمان. قال أحدهما له: أيها الشيخ الكبير، إننا اختصمت أنا وأخي في أينا أكمل وضوءا، لأنهما رأياه لا يحسن الوضوء فأراد أن يعلماه، فتوضأ عنده، ففطن الشيخ أنهما أرادا تعليمه، لأنه رأى فرقا كبيرا ما بين وضوئه ووضوئهما، فعلم مرادهما، ثم سألهما: من أنتما؟ فأخبراه وعرفاه بأنهما الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على رؤوسهما وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا نستأنس به شاهدا على أن النبوة من أعظم العطايا وأجل الخصال. ولهذا قال الله جل وعلا في صاد، أي في سورة صاد، ذكر اعتراض القرشيين على نبينا صلى الله عليه وسلم وردهم لرسالته عليه السلام: أنزل عليه الذكر من بيننا، يتعجبون. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أي أن الخزائن بيد الله
تبارك وتعالى وحده يهب من يشاء ما يشاء جل جلاله. فالنبوة والكتاب من أعظم الهبات، كما أن من الهبات التي أخبر الله جل وعلا أن من عظائم ما يعطي الذرية. ولهذا قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم أنه قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولهذا قال الله جل وعلا عن الصالحين من خلقه عبادا رجالا ونساء أنهم كانوا يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالولد ذكرا كان أو أنثى هبة من الرب تبارك وتعالى، فالله يجعل من يشاء عقيمة، يزوج بعضنا ذكرانا وإناثا، يهب لبعضنا ذكورا، يهب لبعضنا إناثا، يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه، كما أن الله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. فمن أعظم الهبات هبة الذرية، كما أن من أعظم الهبات كما حررنا النبوة والرسالة. الإنسان إذا كان على علم ويقين بعظمة ربه ألح على ربه في الدعاء، لأنه يعلم أن الله جل وعلا حيي كريم وأن الرب تبارك وتعالى يهب. وسليمان عليه الصلاة والسلام ذكره الله جل وعلا في كتابه، قال: وورث سليمان داود، قال: ورث داود سليمان نعم العبد إنه أواب. فأخبر جل وعلا مثنيا على هذا النبي الكريم بأنه نعم العبد، ثم ذكر جملة من أخباره. من جملة أخباره أنه عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد من الخيل كأنها ألهته عن صلاة العصر. والمؤمن لا ينبغي أن يلهيه أو يشغله شيء عن ذكر الله، وأعظم ما يكون ذكر الله جل وعلا في الصلاة، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة: من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا قال نبي الله سليمان لما شعر أن تلك الخيل على نفاستها وكرامتها عنده ألهته عن ذكر الله: قردها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ثم ازدلف إلى ربه يسأله من خيري الدنيا والآخرة، قال: رب اغفر لي، لأن الإنسان لا يحمل على عاتقه ثقلا أعظم من ذنبه، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فلاحظ أنه اختار الفعل هب لأنه يطلب ملكا عظيما، ثم ذيل ذلك بقوله: إنك أنت الوهاب، لأن الملك عطية إلهية وهو من أعظم العطايا. ولهذا قال الله: والله يؤتي ملكه من يشاء، ولم يسند ذلك الإتيان إلى أحد من خلقه. فقال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فانظر أيها المبارك المقابلة الحسنة ما بين عظيم الطلب الدنيوي وهو الملك، وقبله عظيم الطلب الديني وهو المغفرة، ثم كيف ختم هذا النبي الكريم الموفق دعاءه بقوله في توسله لربه: إنك أنت الوهاب، أي أنك رب تملك الملك وتملك المغفرة من قبل، قادر على أن تغفر خطيئتي، قادر على أن تهبني ملكا، لما؟ إنك أنت الوهاب. وعلم العبد بأن الله جل وعلا يهب ويعطي يجعله يزدلف إلى ربه ويتقرب إليه ويسأله تبارك وتعالى من نعيم الدنيا والآخرة. ثم ينظر بعد ذلك في تلك الهبة التي منحه الله جل وعلا إياها كيف صنع بها. فأنبياء الله ورسله آتاهم الله جل وعلا النبوة، فبلغوا عن الله رسالاته ونصحوا له في برياته حتى يوفوا شكر تلك النعمة التي وهبهم الله جل وعلا إياها. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ولما آتى الله جل وعلا أولئك الأنبياء والرسل ما وهبهم من النبوة، قاموا بتبليغ الرسالة وكمال النبوة على أكمل وجه، بلغوا عن الله، أرشدوا عباده، نصحوا له تبارك وتعالى في خلقه، وتحملوا الأذى، كل ذلك في سبيل تبليغ رسالة الله وشكر الله الواهب على ما منحهم إياه من الهبة. كما أن الله جل وعلا إذا وهب لك الذرية من ذكران أو إناث
وجب عليك أن تنشئهم نشأة صالحة. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلاتي، وهل يرجع لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. الإنسان مسؤول أمام الله جل وعلا فيما وهبه الله تبارك وتعالى من الذرية أن ينشئهم نشأة صالحة، وأن يدلهم على الخير، وأن يرشدهم إلى عبادة ربهم، وأن يعظم الله جل وعلا في قلوبهم حتى ينشأوا ذرية صالحة. فإن حاد الأبناء بعد ذلك أو زاغوا عن الطريق المستقيم فلا يكلف الله جل وعلا نفسا إلا وسعها. عليك أن تجتهد في أن تشكر الله جل وعلا على هذه الهبة، واعلم أن خلقا لله كثر يدعون الله ليلا ونهارا أن يمنحهم ويهبهم الذرية، والله جل وعلا منحك الذرية ذكرانا وإناثا، فوجب تأدية الشكر للوهاب المنعم تبارك وتعالى بأن نسعى في صلاح قلوبهم وتعظيم الله جل وعلا عندهم. وهذا من أعظم ما يمكن أن ينشأ عليه الفتى المسلم. كذلك مما وهبه الله تبارك وتعالى لنا العافية في الأبدان والأمن في الأوطان، وهذه من نعم الله العظام التي ينبغي أن يشكر الله جل وعلا عليها كما ينبغي أن يشكر جل وعلا على كل نعمة. وأعظم ذلك بأن نقوم بما فرضه الله تبارك وتعالى علينا. فطوبى لعبد ذهبت قوته وشبابه في طاعة الله وأدى ما عليه فلقي الله وهو راض عنه. نسأل الله أن يهبنا وإياكم من فضله العظيم، وأن يرزقنا العمل بطاعته فيما وهبنا إياه. هذا ما تحرر إراده وأعان الله على قوله حول اسم الله الكريم الوهاب. نسأل الله حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.